وأكبر. صفنا من إحدى قادات أبطال الجيش الحر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في حي الشيخ سعيد. في حي الشيخ سعيد وفي ذهبنا إلى عسان بإذن الله. بإذن الله لتحرير حاجز عسان وحاجز الملعب بإذن الله. في تجمع كتائب فاستقم كما أمرت. كتائب رسول الله، كتائب نور الدين الزنكي، وكتائب سنورين، وكتائب حلب الشهبلي وحلب الشهبلي بإذن الله. تكبير. الله أكبر. واللهم صل على سيدنا محمد. وش يعني بدك تعطيني وقت للشو اسمه لانتهاء تبع الحاجز تبع عسان؟ ان شاء الله في خلال ساعات.